كغير عادته لم يعد هذا السوق كما عرفه أبناء جبل عمل، سوق اللحم في النبطية الصامد بوجه الاحتلال والحرب والدمار، لم يصمد كثيرا أمام صفعة الدولار، فتبدلت أحواله وتغيرت حتى أصبح عدد اللحامين فيه لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة بعدما كان عددهم يتجاوز 25. للسوق مكانة خاصة في وجدان الجنوبيين، ولاسيما نهار الاثنين يوم السوق الشعبي، هو يوم استثنائي في سوق اللحم، ولكن انتشار الملاحم خارج السوق والأزمة الاقتصادية ساهما في تدني عدد الزبائن. 40 سنة عملها أنا مبي كنت، بس يعني أنا قعدت شي 30 سنة، مبي توفى وكان عمري شي 30 سنة، وكنت العالم تعب، كنت في مصاري، كنت في شغل أيام الفلسطينية، كان في شغل ما ولا شيء، نوم عدم، حالي صعب. كنا نذبح 15 راس قرقور، كنت أذبح أنا وبي 15 راس، هلا عم نذبح راس، عم يضل جمعة راس جمعة عم يضل. الوضع اللي نحن فيه وضع، أول شيء غالي المازوت وغالي البنزين وغلوا الغاز، والمواصلات أكثر شيء غلوها، لأنه اللي كانت تجي الكروية على النبطية يشتروا غراض من النبطية، يصير فيه بيع وشراء، يصير فيها مصاري، بس هذا شو من نحط؟ يعني هو أحمد يجي يأكل ويطلع معه 60,000، بيحط ثلاثين صار 90,000، ما عادش يقدر يجي، بيقول لك بياكل من برا. والله أنا وصغير مش على السوق، أنا عمري 10 سنين، سافرت فترة ورجعت كل تراث، هلا فاضي، بس كل عج كتير من ايام زمان. او اي واحد بده يقصد النبطية بيقصد النبطية كرمال سوق اللحم، بده ياكل لحم فيها، كل لحم طازه، كان تلاقي كل عجول معلقه غنم. هلا الحمد لله شوي خفت، لانه بتعرف انت الوضع الاقتصادي، وكتفت الملاحم برا، ما كان في من زمان ملاك مع ملاحم برا، فياكل لحم مشوي هون عند شي لحام يعتبر انجاز، في لها مكهر، تنبص هيك تحس بالتراث. هلا معاش ولا شيء، هلا الازمة ولا قبل ازمة الدولار كنا بس اي حد يجي من برا نعزمه لهون، يجي حدا نتفق بعض يلا مش ناكل لحمة مع بعض، يعني هذا اعتبر كأنك انت شيء حلو عملته مع صاحبك او مع قرابتك او مع ضيوفك، ويقصدوك انه اصلا تعال زلنا على سوق اللحم لو سمحت يا سيدي يا اخي اذا تفضلت. ها هي هلا ما في راجل للبلد كله. قصة لازمة الدولار هلكت الناس والعالم. 70 عاما من الذكريات في هذا السوق الذي يشغل مساحة من التراث الجنوبي أصبح اليوم مهجورا بسبب الأزمة من جهة، وغياب الاهتمام الرسمي من جهة ثانية.